تعد محمية السلاحف في رأس الحد بولاية صور واحدة من أهم المعالم السياحية المميزة في سلطنة عمان، وتحتل مساحة 120 كيلومترا مربعا من أراض ساحلية، وعلى امتداد الساحل الذي يبلغ طوله حوالي 40 كيلومترا. وتضم هذه المحمية أكثر من 20,000 سلحفاة لأنواع مختلفة. لذلك أطلقت هيئة البيئة العمانية برنامج تيرتل كوماندوز لحماية ومراقبة ورصد السلاحف البحرية. نحمي هذه الثروة حماية ورقابة لهذه الثروة الطبيعية اللي هي السلاحف البحرية، لأن من أصل 7 أنواع سلاحف بحرية في العالم سلطنة عمان تزورها 5 أنواع، فهذا يعني يجعل سلطنة عمان من أهم 3 مواقع في العالم للسلاحف. هذا البرنامج يسعى إلى حماية هذه السلاحف من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير سلوك الأفراد تجاه هذه الكائنات. من أهداف برنامج تيرتل كوماندوز هي توعية المجتمع، خاصة المجتمع المحلي، بأهمية السلاحف البحرية، لأنها كونها أنها ثروة طبيعية تزخر فيها سلطنة عمان. كذلك تشجيع فئة الشباب على التطوع البيئي، نظافة الشواطئ، من أهداف لأن الحملة والشباب متطوعين ليشاركون يقوموا بتنظيف الشواطئ. تيرتل كوماندوز يهدف أيضا إلى تشجيع فئة الشباب على التطوع البيئي، وذلك من خلال مشاركة المئات من المتطوعين في البرامج المتنوعة لحماية السلاحف التي أصبحت مهددة بالانقراض بسبب مخلفات البلاستيك على الشواطئ والتلوث البيئي. عبد الرحمن العصيمي من ولاية صور العربية.